هكذا التواصل مستمر أيها المشاهدون الأعزاء متابعينا الكرام في كل مكان، تتواصل الانطلاقات، تتواصل التحديات والقوة والإثارة في هذا اليوم، شوط جديد من هذه الأشواط الصباحية وهو شوطنا السادس، آخر أشواط أصحاب السمو الشيوخ من يرغب من أبناء القبائل الخاص بفئة الجعدان. نسير مع هذه الأعداد ونسير مع هذه الشعارات لنتابع ونستمتع معكم بهذه الأسماء. البداية والمركز الأول، هناك مخلاب لسعيد بن مايد بن سالم الاكتبي من يحضر مخلاب على المركز الأول، بينما المركز الثاني فوصل مشعل لسلطان بن علي بن سلطان بالهناوي، والمركز الثالث فأرى شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مشعان بن سعيد بن غدير من يتابع شاهين على المركز الثالث والمركز الرابع. فهناك يتواجد مجمل لعلي بن راشد بن مبارك المنصوري، والمركز الخامس، المركز الخامس شعار ايضا هناك مشاهدينا الكرام، الحذر لعبد الله بن محمد بن دحروي العامري قادم مع الحذر على المركز الخامس. هذه الخمسة المراكز الاولى المتقدمة والاسماء التي تتقدم في هذا الشوط. نعود مرة اخرى نتابع التغيير الذي طرى، هناك مشعل غير مع البداية ليشعل المنافسة على المركز الأول بشعار سلطان بن علي بن سلطان بن هناوي من يقدم مشعل، ويتابع مشعل على المركز الأول. المركز الثاني يتواجد على المركز الثاني براق لمطر بن بخيت بن رشيد، هو الواصل مع براق وغير في طريقه إلى المركز الأول. المركز الثالث أتابع هذا الاسم الذي ينطلق بهذا الشوط، موزع سالم بن راشد بن غدير من يتقدم مع مودع على المركز الثالث والمركز الرابع، شاهين اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة مشعان بن سعيد بن غدير من المركز الخامس مع المركز الرابع، بينما المركز الخامس هذا شعار بالقوم يتقدم مع ميهاب علي بن عتيج بن علي بن راشد بالقوم. هذه الأسماء المتقدمة وهذه الشعارات العملاقة التي تتواجد في هذا الشوط، ولكن بن هناوي مع لوحة الإعلان الأخيرة يسيطر على البداية. الله الله الله، يا سلام مشعل سلطان بن علي بن سلطان بالهناوي لازال يطلق مشعل على المركز الأول. المركز الثاني براك مطر بن بخيت بن رشيد من ينطلق بالمركز الثاني، وها نحن نقترب من لوحة الكيلو الأخير، الكيلو الخطير مشاهدينا الكرام. المركز الثالث مايهاب علي بن عتيج بن علي بن راشد الاكتبي، وصل بو عتيج على المركز الثالث. المركز الرابع موزع سالم بن راشد بن غدير، والمركز الخامس هذا هو شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مشعان بن سعيد بن غدير يقدم السلالة الشاهنية، هذه الخماسية إلى الماسية، ولكن الله 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 بن رشيد غير بالقوم من الجانب الآخر، بدأ يتحرك بدأ يعطيه الأوامر. الله يا سلام يا مهاب ميهاب علي بن عتيج بن علي بن راشد بالقوم، ولكن عاد بن رشيد عاد من جديد بهجمة مرتدة مع براق مطر بن بخيت بن رشيد، ولكن بالقوم. الله 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 الله، شوفوا البداية، شوفوا الأداء المميز وشوفوا العرض الجميل. الله الله الله، خلاهم في مكان ما يرغبونه. الله الله الله، على هذا الأداء وعلى هذا الامتياز بالمركز الأول بصدارة الشوط، العوايد لهلها. سلام يا بالقوم، سلام على هذا الانتصار لمالك مايهاب علي بن عتيج بن علي بن راشد بالقوم. على هذا الانتصار انفرد عن بقية الأسماء، انفرد عن بقية المراكز، هذا من طيب أصله ومن طيب فصله يتقدم بالمركز الأول بصدارة الشوط. الله الله الله، ما شاء الله تبارك الرحمن. إذا السلام يذهب من هنا من ميدان الهباب ويذهب إلى المدام. سلام يا المدام، سلام، واسعد الله صباحك بكل خير يا علي يا بن عتيج يا علي بن راشد بالقوم. على هذا الانتصار تهانينا والمبروك. المركز الثاني مشاهدينا الكرام، وصل الحذر لبن دحروي، المركز الثالث بالضبيعه، والمركز الرابع بن غدير، تهانينا والناموس. هذه النتيجه، تهانينا والف مبروك لمالك ميهاب علي بن عتيج بن علي بن راشد بالقوم. التوقيت الزمني 4:46 هو التوقيت الذي صاحبه بهذا الشوط. تهانينا والناموس.